وقد ثمن عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بما جاء في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والتي تفضل بها خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، مؤكدين أن الخطاب السامي لجلالته لامس موضوعات هامة من شأنها أن تأخذ البحرين لمزيد من التقدم والنماء في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. نحن في وزارة التربية والتعليم انطلاقا من هذه التوجيهات التي تؤكد على التعاون مع السلطة التشريعية وأيضا تقديم أفضل خدمات للمواطنين، كانت وزارة التربية والتعليم حاضرة دائما في السنوات السابقة، سواء من خلال القوانين أو الأسئلة أو أي أمور يتم دعوة الوزارة للمشاركة فيها في أعمال اللجان، باعتبار أن التعليم بشقيه، التعليم الأساسي أو التعليم العالي بكافة مراحله التعليمية هو صلب واهتمام التنمية والأهالي. البحرين أنجزت الكثير في الأربع سنوات الماضية في جميع النواحي، من ناحية تعاون السلطة التشريعية مع السلطة القضائية، من ناحية تمكين المرأة، من ناحية جذب الاستثمارات، من ناحية الشباب والرياضة، ومن ناحية ما قامت به قوة دفاع البحرين ورجال الأمن، فكل هذه الأمور تطرق لها. والله جلالة الملك استهل افتتاح الدورة هذا الفصل بنظرة تفاؤلية شاملة. حقيقة البحرين مقبلة على بشائر كثيرة، ويعني وأهمها تضافر جهود السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكل المختصين لتنفيذ رؤية واضحة المعالم تبشر بالخير. أكد جلالته في كلمته مبدأ التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا كان الأساس في العمل منذ أن انطلقت الأعمال البرلمانية في 2002 في بداية الفصل الأول، وهذه كانت توجيهات صاحب الجلالة والسلطة التنفيذية على رأسها صاحب اسمه الملكي الأمير خالد بن سلمان، بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية من أنجاز وإنجاح العمل التشريعي في البحرين.